بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالباتي طلاب الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم. إن شاء الله طلاب الأعزاء سوف نقوم بمراجعة مادة الامتحان. امتحان مادة العلوم إن شاء الله سيكون في الوحدة الرابعة والوحدة الخامسة. الوحدة الرابعة تتحدث عن جسم الإنسان وصحته، وهي أعضاء جسم الإنسان والعادات الصحية والأطراف الصناعية، ونقوم بمراجعة الوحدة. أما الوحدة الثانية وهي الصوت والضوء، نراجع الصوت وخصائصه والضوء ومصادره. إذا امتحان مادة العلوم من صفحة 1 إلى صفحة 34، من صفحة 1 إلى صفحة 34. الآن طلابي الأعزاء سوف نقوم بمراجعة الوحدة الأولى والثانية، يعني راح نراجع مادة الامتحان. طبعا العضو، ما هو العضو؟ العضو هو جزء في الجسم له وظيفة محددة. طبعا يتكون جسم الإنسان من أعضاء حسة عدة تمكنه من أداء وظائفه والبقاء حيا. إذا مرة أخرى، ما معنى العضو؟ هي جزء في جسم الإنسان له وظيفة محددة ويتكون من أعضاء تمكنه من أداء الوظائف بطريقة من أداء وظائفه والبقاء حيا. طبعا من الأعضاء طبعا حكينا إنه أعضاء الحس، طبعا هاي أعضاء الحس مسؤولة عن الحواس الخمسة. طبعا استعمل يدي أثناء تناول الكتاب والاستحمام والرسم. طبعا يساعد الإبهام على إتقان الأعمال المختلفة، زي ما أنتم كمان نلاحظ هنا الإبهام يساعد على إتقان الأعمال. طبعا القدم استخدمها في ركل الكرة والركض. طبعا ما أهمية أعضاء جسم الإنسان؟ شو أهمية هاي أعضاء جسم الإنسان؟ طبعا تساعدنا على القيام بالوظائف بشكل صحيح. أعضاء الحس مسؤولة عن الحواس الخمسة، مثل البصر اللي أرى الأشياء، التذوق نتذوق بلساننا، تذوق الطعام بلسان، أشم الروائح نشم الروائح بأنفي، هاي جميعها أعضاء حس. أسمع الأصوات نسمع الأصوات بأذني. طبعا نتعرف على ملمس الأشياء طبعا بإيش؟ باستخدام الجلد. طبعا هاي جميعها أعضاء الحس تساعد على التعرف على العالم، تساعدنا على التعرف على العالم. طبعا هاي أعضاء الحس، طبعا هي أعضاء بعتبرها أعضاء خارجية، ولكن لدينا هنا أعضاء داخلية. طبعا هاي أعضاء الداخلية طبعا منها الدماغ. الدماغ يساعد على تنظيم جميع الأفعال التي أقوم بها، طبعا بتحكم في جميع الأعمال. أما القلب يعمل على ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، والرئتين تساعدنا على التنفس، والمعدة على هضم الطعام. هاي اسمها أعضاء داخلية. إذا الأعضاء الداخلية، الدماغ ينظم جميع الأفعال التي أقوم بها ويتحكم في الأعمال. أما القلب يعمل على ضخ الدم، والرئتان تساعدنا على التنفس وشم الروائح، والمعدة تساعدنا على هضم الطعام. تحدثنا عن حل الأسئلة صفحة 14. ما أعضاء جسم الإنسان؟ اللي هي أعضاء الحس وأعضاء أعضاء داخلية وأعضاء حس، مثل القلب والرئتان والدماغ والمعدة، والأعضاء الحسية مثل اليد واللسان والأنف والعين والأذن. هاي أعضاء الإنسان. ما المفاهيم والمصطلحات؟ المفاهيم والمصطلحات أنا عندي هنا الأعضاء الموجودة عندنا، اللي هي أعضاء داخلية وأعضاء الحس اللي هي الحواس الخمسة. طبعا قارنا بين العضو ووظيفته. طبعا في الدرس الثاني وهي العادات الصحية. ما معنى العادات الصحية؟ العادات الصحية هي سلوكيات تساعدنا أن نبقى بصحة جيدة. إذا ما معنى العادات الصحية؟ هي سلوكيات تساعدنا على أن نبقى بصحة جيدة. طبعا من العادات الصحية، أولا تناول الغذاء الصحي، طبعا لأنه يحتاج جسمنا إلى كميات معتدلة ومتنوعة من الغذاء خلال اليوم. طبعا في أنا عندي مثلا
طبعا من العادات الصحية مثلا تناول الفواكه والخضروات، طبعا هاي عند تناول الفواكه والخضروات يحمينا من الأمراض. عند تناول الدهون والزيوت، شو فائدة الدهون والزيوت؟ يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لأداء الأعمال. أما تناول البيض واللحوم والحليب والبقوليات والألبان ومشتقاتها يساعد على نمو الجسم. هاي أهم العادات أو الغذاء الصحي وتناول الغذاء الصحي. طبعا تناول الغذاء الصحي وحده لا يكفي، ولكن جسمنا يحتاج إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم. ممارسة الرياضة بشكل منتظم طبعا هاي يجعل العضلات قوية والجسم نشيط طبعا، ونحتاج إلى النوم بشكل كافي. طبعا قلة النوم تساعد فقدان التركيز والضعف العام في الجسم. طبعا هناك غذاء غير صحي، هناك أغذية غير صحية. هاي الأغذية الغير صحية تحتوي على كميات كبيرة من إيش؟ من السكريات والملح والدهون. طبعا هاي سميناها أغذية غير صحية وتسمى السكاكر. طبعا يحتوي الغذاء الغير صحي على كميات كبيرة من السكر والملح والدهون. على ماذا تحتوي؟ تحتوي ملح، سكر، دهون. طبعا من أغذية غير صحية مثل السكاكر والوجبات السريعة، طبعا يسبب الغذاء غير الصحي إلى مشكلات صحية منها زيادة الوزن. طبعا كيف أحمي نفسي من السمنة الزائدة؟ أبتعد عن الغذاء الغير صحي وأتناول الغذاء الصحي. طبعا تحدثنا عن الأطراف الصناعية الذكية. طبعا هاي الأطراف الصناعية الذكية اللي هي بديلة عن الأطراف المبتورة، سواء كانت الأرجل أم الأذرع أم الذراع. طبعا هاي تعطينا تأخذ أوامر من الدماغ مثل الأطراف الطبيعية. طبعا يساعد على أداء المهام دون مساعدة الآخرين. طبعا والأردن حقق إنجازات كبيرة في مجال تصنيع الأطراف الصناعية. إذا الأطراف الصناعية الذكية، طبعا هاي الأطراف الصناعية الذكية روبوتات بديلة عن الأطراف المبتورة، سواء كانت رجل أم قدم أم أذرع. جميع هاي تساعد تأخذ أوامر من الدماغ مثل الأطراف الطبيعية، يساعد على أداء المهام دون مساعدة الآخرين. هذه هي الأطراف الصناعية كما نلاحظ هنا. طبعا الأردن حقق إنجازات في هذا المجال في تصنيع الأطراف الصناعية. طبعا هناك أبطال لديهم أطراف صناعية. والآن ننتقل إلى الأسئلة. صفحة 22 سنقوم بمراجعتها وحلها معا. طيب، توجد داخل جسم الإنسان مثل القلب والكبد وغيرها، إيش هي الأشياء اللي توجد داخل جسم الإنسان؟ اللي هي هل هي الغذاء الصحي للأعضاء الداخلية ولا العضو؟ إذا هاي بنسميها القلب والكبد وغيرها، هاي أعضاء داخلية، جزء في الجسم له وظيفة محددة. هاي تعريف العضو. غذاء يجعل الجسم أكثر قوة وصحة. إيش هو الغذاء الذي يجعل الأجسام أكثر قوة وصحة؟ الغذاء الصحي. تدريب الثاني أو المهارات والأفكار العلمية. أذكر حواس نستخدمها الطفل في الصورة. ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ نلاحظ أنه شو الحواس التي استخدمت؟ الحس الذي استخدمها، استخدمت هون عنا الحواس، استخدمت حاسة النظر، استخدمت حاسة السمع، ممكن أنها تسمع إذا حدا قرأ عليها هذا النص. طيب حاسة اللمس وحاسة البصر، الحواس التي نستخدمها الطفلة في هذه الصورة. هنا استنتج لاحظ السلوكيات أو العادات الصحية والعادات غير صحية. طبعا هون كثرة تناول الحلويات هاي أغذية غير صحية، ولكن إذا تناولنا الفواكه والخضروات هاي من الأغذية الصحية. هنا أحمد لا يتناول فطوره قبل الذهاب إلى المدرسة، كيف نساعده؟
لكي تكون صحتك قوية يجب أن تتناول فطور صحي ومتوازن كل صباح. طيب بحكوا لنا هون انتبه للرئتين، أي شخصين لديه مشاكل صحية، طبعا الرئة الثانية طبعا اللي هو المدخن هو رح يكون رئته مشاكل صحية أكثر من رئته سليمة. طيب هون بيحكي لنا شو السبب، لماذا؟ طيب هنا رئة سليمة زي ما احنا شايفينها انها هاي رئة سليمة ما فيها اي شيء، الثاني هنا رئة غير سليمة لانه هاي تؤدي الى التدخين، والتدخين يؤدي الى ادى الى سواد هذه الرئة كما نلاحظ. سيكون هناك في الرئة زي ما احنا شايفين الرئة ستكون لونها اسود مش زي الرئة السليمة. هنا الرجل المدخن هو من لديه مشكلات صحية لان التدخين اساسا مضر بالصحة ويؤثر على عمل الرئتين زي ما انتم شايفين بالصورة هون، انه في هناك الرئتين هناك يؤثر على عمل الرئتين بشكل صحيح. اما الرئة السليمة هي بكون انه لا يوجد لديه مشاكل صحية. السؤال السادس، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. أحد أعضاء الآتي يساعد على هضم الطعام، الأعضاء بيساعد على هضم الطعام، مين هو؟ الدماغ، قلب، معدة. يهضم الطعام، هل هو الدماغ؟ لا. القلب؟ لا. إذن المعدة. أحد الآتي لا يعد غذاء صحي، فواكه، ألبان، مشروبات غازية. المشروبات الغازية هل هي غذاء صحي؟ إذن هي غذاء غير صحي. طيب الألبان لا يعد غذاء صحي، الألبان، الفواكه، غذاء صحي، الألبان غذاء صحي. إذن المشروبات الغازية هي الغذاء الذي غير صحي لأنه يؤثر على صحة الإنسان. أحد الآتي يقلل من نشاطي، يعني إيش بيقلل من نشاطنا؟ أول إشي قلة النوم، لو ممارسة الرياضة ولا الغذاء الصحي، يقلل وليس يزيد، انتبه يا مس. قلة النوم يقلل، ولو ممارسة الرياضة والغذاء الصحي، إذن هل الغذاء الصحي يقلل من نشاطي؟ لا، بالعكس بزيد. ممارسة الرياضة أنها تزيد من نشاط اليومي، إذن قلة النوم هو الذي يقلل من نشاطي اليومي. أي الأغذية الآتي يمد بالطاقة أكثر عند تناوله؟ إيش الأشياء تمدنا بالطاقة؟ هو التفاح، الزبدة، الحليب. إذا مرة أخرى، أي الأغذية التي تساعدنا تمد الجسم بالطاقة، تمد الجسم بالطاقة هي الدهون والزيوت. إذا رح نحكي الزبدة هي التي تمد الجسم بالطاقة. أما الحليب يساعد على نمو الجسم. الخضروات والفواكه تحمينا من الأمراض، يعني التفاح بحمينا من الأمراض. الزبدة بدنا نحكي إنه يمد الجسم بالطاقة، الحليب بده يساعد على نمو الجسم. تمام، ننتقل إلى الوحدة الخامسة وهي الصوت والضوء. الوحدة الخامسة وهي الصوت، وكيف ينشأ الصوت؟ الصوت أو كيف ينشأ الصوت؟ الصوت ينشأ نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا. ينشأ الصوت عن اهتزاز الأجسام، طبعا تختلف الأصوات من مصدرها، طبعا زي ما احنا شايفين نسمع الأصوات عند اهتزاز غشاء طبلة الأذن، هكذا نسمع الأصوات. إذا الصوت ينشأ نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا. طبعا هاي بنسميها حركة، هذه الحركة بنسميها اهتزاز. ماذا نسميها؟ اهتزاز. مثال عنا زي ما احنا شايفين مثلا الطبول ينشأ الصوت عن طريق اهتزاز الأجسام، فتنشأ عن طريق ضربها بالعصا زي ما احنا شايفين هون عنا. إذا حركناها يصدر عنا الصوت. طيب كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ الإنسان كيف بينشأ عنه الصوت؟ ينشأ عند اهتزاز الأحبال الصوتية أو الحبلين الصوتيين. طبعا عند ضغط إلى الحنجرة طبعا يهتز الكلام، وتحتوي الحنجرة على في داخلها إلى تركيبين يسمى كل منهما الأحبال الصوتية. هاي الأحبال الصوتية تساعد الإنسان على الصوت أو على التحدث أو على سماع هذه الأصوات. تمام، إذا ينشأ الصوت عند الإنسان عند
عندما يهتز الكلام الأحبال الصوتية تتحرك، طبعاً ينشأ الصوت من اهتزاز الأحبال الصوتية زي ما احنا شايفين انه ينشأ الصوت عند اهتزاز الأحبال الصوتية. طيب هلأ ما خصائص الصوت؟ ميس هذا الاشي كتير مهم. خصائص الصوت تختلف الأصوات باختلاف مصدرها. طبعاً في عنا أصوات بتخلينا نميز الأشياء المرتفعة من الأشياء المنخفضة. مثلاً الأصوات المرتفعة تنتج عن اهتزازات كبيرة، الأشياء المرتفعة تنتج عن اهتزازات كبيرة. أما الأصوات المنخفضة تنتج من اهتزازات صغيرة. مثلاً يحدث الماء النهر مثلاً صوت منخفض، يعني هنا عندي هون الماء يحدث صوت منخفض. أما شلالة الماء فإنها تعطينا صوت مرتفع. إذن الماء النهر بيعطينا أصوات منخفضة، أما الشلالات تعطينا أصوات مرتفعة. هلا كيف بدنا نميز الأصوات الرفيعة من الأصوات الغليظة؟ في عندي أنا أصوات رفيعة مثل القطة، تمام. هلا الأصوات الغليظة يعني بدها تكون عالية أو حادة مثل الأصوات أو صوت الكلب. طبعا بعض الأصوات المرتفعة العالية بتعمل إلى إزعاج سماعها وتضر بصحة الأذن مثل حفارة الشوارع. طبعا مثل حفارة الشوارع، مثل عنا أصوات مرتفعة مثل حفارات الشوارع، مثل كمان الطائرات. الطائرات هاي من أصوات المزعجة، يجب أن نضع واقيات على الأذن. هنا الفكرة الرئيسية، كيف ينشأ الصوت؟ ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز أو نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا، تسمى هاي الحركة اهتزاز. هنا الصوت نصل بالمفاهيم بين المفرد الصورة والمفرد. هنا أول وحدة اللي هي الحنجرة، الثانية وهي الصوت، الثالثة وهي الاهتزاز. كما نلاحظ أول وحدة الحنجرة، الثانية الصوت، ثالثا الاهتزاز. طيب في أي حالة من الحالات يصدر الباب صوتا مرتفعا؟ عند أغلاقه برفقة أم عند أغلاقه بقوة؟ رح يكون إيش؟ أكيد عند أغلاقه بقوة. لماذا يكون إغلاقه بقوة؟ لأن طبعا رح نحكي لأنه إغلاق الباب بقوة يصدر عنه صوت أكبر بسبب اهتزازات كبيرة التي تحدث له، لأنه أنا أعطيته إغلاق الباب بشكل قوة. طيب أربعة، لماذا يهتز غشاء طبلة أذني عندما تمر شاحنة بقربي؟ لماذا تهتز غشاء طبلة الأذن عندما تمر بشاحنة بقربي؟ طبعا لأنه نسمع نتيجة اهتزاز غشاء طبلة الأذن وينشأ الصوت عن اهتزاز هذه الأجسام. طبعا تختلف الأجسام باختلاف مصدرها، طبعا لأنه بيعطيني صوت عالي التي تصدر منه الشاحنة حتى نتمكن من هذه سماع هذه الأصوات. خمسة، أرقم صور الأشياء بحسب مصدرها من الأعلى إلى طبعا من الأعلى إلى الأخفض صوتا. يعني أعلى إشي رح يكون عندنا اللي هي صوت الذبابة، ومن ثم الدراجة الهوائية، ومن ثم أولا الدبابة، ومن ثم مكنسة الكهرباء، ومن ثم الدراجة. طبعا أقل صوتا وهي راح تكون الدراجة الهوائية، تمام. طيب أهمية الضوء، إنه الضوء يساعدنا على رؤية الأجسام من حولنا. طبعا والعين ترى الأجسام، العين لا ترى الأجسام، لا نرى الأجسام في الظلام. لماذا لا ترى العين في وجود الظلام؟ لماذا ترى العين؟ طبعا إذا أردنا الرؤية في الليل بوضوح ماذا نفعل؟ نحتاج إلى المصباح الكهربائي. لماذا؟ لأن العين ترى في وجود الضوء ولا ترى في الظلام. إذا أردنا الرؤية في الليل بوضوح ماذا نفعل؟ ماذا نحتاج إذا أردنا رؤية في الليل بوضوح؟ ماذا نفعل؟ نحتاج إلى ممكن أن نستخدم المصباح الكهربائي أو إضاءة الشمع أو
استخدام المصباح الكهربائي. طبعا لا يمكن للعين أن ترى الأشياء من غير وجود الضوء، لا يمكن للعين أن ترى الأشياء من غير وجود الضوء. طبعا هناك مصادر للضوء، طبعا هناك مصادر للضوء، مصادر طبيعية ومصادر صناعية. طبعا تسمى الأشياء التي تزودنا بالضوء وهي مصادر الضوء، مصادر الضوء تسمى الأشياء التي تزودنا بالضوء بسميها هاي مصادر الضوء. طبعا أنا عندي مصادر طبيعية مصادر صناعية. هلا المصادر الطبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى، أما المصادر الصناعية التي خلقها الإنسان. أنا مصادر طبيعية مثل القمر والنجوم، أما المصادر الصناعية وهي الشموع والنار، مصباح كهرباء، مصباح غاز أو مصباح الزيت. إذن طبعا هناك تقسم مصادر الضوء إلى قسمين، مصادر طبيعية ومصادر صناعية. مصادر طبيعية مثل طبعا المصادر الطبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى أو موجودة في الطبيعة مثل القمر والنجوم والشمس. أما المصادر الصناعية التي خلقها الإنسان مثل مصباح الكهرباء، النار، الشمعة، هاي جميعها مصادر صناعية خلق صنعها الإنسان، صلحها الإنسان، اللي هي مصابيح كهربائية، شموع أو النار. إلى هنا طلابي الأعزاء انتهت حصتنا لليوم، مراجعة مادة الامتحان، امتحاننا من صفحة 1 إلى صفحة 34. دمتم بخير، كانت معكم معلمتكم معلمة مادة العلوم معلمة عبير أبو تيم، دمتم بخير إن شاء الله.